ممكن تقولي لنا ذكرياتك ايه مع الشهيد رامي حسنين في خلال شهر رمضان، او الحاجات اللي ترقى بصمة جواكي وما انتش قادرة تنسيها؟ هو مبدئيا ذكرياتي معاه في شهر رمضان، هي رامي كان دايما بيحب يعني اخر نص ساعه دي قبل المغرب يدخل دايما معايا المطبخ العصاير، يعني هو كان دايما بيحب يعمل عصاير والسلطه، اللي هو دايما اخر نص ساعه دي لما بقاش طايق حد في المطبخ لازم يبقى موجود، يعمل سلطه يعمل عصاير، كان دايما بيحب يساعدني صراحه، كان هو دايما من النوع اللي بيحب يكون معايا يعني في المطبخ على طول. ذكرياتي اللي ما بنساهاش معاه مواقفه كلها، يعني عارفه لما بكون معاه مثلا ويقعد يحكي لي قد ايه، يعني مثلا العساكر بتكون مواقف مع عساكر مثلا ان هم بيكونوا سابوا الخدمه وما بقاش في بينهم وبينه اي حاجه، ولاقيهم بيتصلوا عليه مثلا اللي بقى له 3 سنين واللي بقى له 4 سنين سايب الخدمه، وناس من السعوديه والاردن عساكر بيكلموه يطمنوا عليه، وواحد مثلا في ايام ما كان بيحضن في حباطه وبعد كده اتنقل على العرباوي اللي كان هناك اللي كان بيتعامل معاه، كان يعني من اهل البلد هناك كان يتعرف عليه، كان يتصل عليه ويقول له انت مش هتيجي عندنا مطروح ومش عارفه ايه. طب هما هناك في سيناء والعساكر اللي كانت تحت ايده والقيادات اللي هما ضباط صغيرين تحت كانوا مسمينه الاسطوره، لقب الاسطوره ده راجع للشهيد رامي حسنين من ايه؟ هل هو كان فارس في حاجه معينه؟ كان في بارع في حاجه معينه ما حدش غيره يقدر يعملها؟ هو مبدئيا زمايله كلهم كانوا يعني انا سمعت بقى من زمايله ان هو كان اسطوره في الرمايه، رامي حتى هو كان دايما يقول لي انت مش مقدره ان انا اسطوره في الساقه في الرمايه، وبيقول لي يا بنتي ده انا يعني دايما كنت اول قوات مسلحه، وان انا يعني قليل قوي الناس اللي بيضربوا بايديهم الاثنين بنفس الكفاءه، بيقول لي قليل جدا يعني الناس الموجوده كده، وبيقول لي وزمايله كان دايما رايهم فيه ان رامي مثال الشجاعه الادب والاخلاق، قد ما كان حازم جدا جدا في الحق قد ما كان طيب وحنين معاهم، يعني بره الشغل اخ وصاحب وهزار وضحك، لكن في الجد جد، يعني على قد ما كان صارم وحازم في شغله على قد ما كان طيب وحنين بره الشغل، بس ما كانش عنده هزار في الشغل. ما كانش بيحكي لك عن مواقف انسانيه بيتعرض ليها هو في خلال شغله في الجيش؟ مواقف انسانيه يعني هقول لك حاجه، في مرات كان بيتكلموا مثلا والده عسكري مجند عنده ابن وحيد ليه، طب تاخد رقم رامي وتقول له خلي بالك منه مش عارفه ايه وتوصيه عليه ويكلموه، ده ابني عنده مثلا كان يعني عايزاه ينزل اجازه عشان فرح اخوه او مش عارفه، ويكلموا رامي وينزلهم اجازاته والحاجات دي من كده كتير بقى. طب مواقفه في خلال شهر رمضان مع الناس اللي هم الغير قادرين المحتاجين؟ والله انا يعني حاجاته اللي بيعملها في الخدي انا سمعت زي يعني انا مع اني مراته اكتر يعني ان انا كنت مع شرق، انا سمعت حاجات والله ناس انا مستغربت جدا هو يعرفهم اساسا، هم اللي بقوا يجوا يقولوا لي، انا مع نفسي ما كنتش اعرف حاجه زي او يعني يحكوا الناس والناس دي اللي بتحكي لي. زي ايه كده؟ يعني مواقف كتير، يعني في ناس كتير قالوا هنا في الشارع بيقولوا انه كان بيحط مثلا فلوس في الجامع، وكان اكتر يعني ما كانش حد الا واحده هي بتقول انا تابعت مبلغ معين بيبقى موجود دايما، يعني في شخص معين بيحط بالطول، فضلت اعرف لغايه ما عرفت الشخص ده مين، طلع الشهيد رامي هو اللي كان بيحط المبلغ ده. واحده مثلا حكيت لي عن ان في واحده ست في بلد جنبنا قريه جنبنا بتقول كان هي بتحكي لها الست دي تعرف صديقه يعني، فهي بتقول لها ده انت الشهيد رامي ده، هي ما تعرفش ان هي تعرفني، كان بيساعدني، انا عندي 4 اولاد كان عندهم مشكله عندهم عمى، فبتقول يعني كان دايما بيساعدها وكان بيسال عليها وكان ساعدها في عمليه لابنها وكان على طول واقف جنبها وبيدعمها، انا ما كنتش عارف اي حاجه عن الكلام ده. شكرا.